السلام عليكم. السلام عليكم على اخواتي وعلى اصدقائي وعلى اهلي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه كده بنستعملها طبعا في البيت، طبعا هنعمل شاور. الشاور الاقتصادي اللي بيتباع عند بتاع المنظفات، الشاور العادي اللي هو بيتباع سايب ده، انا هعمله لكم في قلب البيت. الكميه دي هتعمل كميه كبيره، ده نص كيلو تكسبون، نص كيلو تكسبون ب20 جنيه من عند بتاع المنظفات، ودي كوباية ملح. هنسمي الله وهقول لكم الطريقة هتتعمل ازاي. انا حطيت النص كيلو هنا، انا عندي الجردل ده بتاع الشاور، يعني النص كيلو ده هيعمل كمية كبيرة. دي عصاية كده خشبة بتاعت مقشة، انا هنزل بكوباية الملح دي عليه على التكسابون ده، واقعد اقلب كده شويه. على فكره ده مشروع حلو، لو اي حد يقدر برضو يعمله يبيع منه. ممكن واحده، معلش يعني في ناس كتيره بتقول مفيش، لا في، ممكن نعمل حاجات في قلب بيتنا ونبيعها لجيراننا، ما احنا كده كده كنا بنشتري من عند الراجل. ده مشروع بسيط بتكلفة بسيطة جدا، يعني ما بيكلفش حاجة، انا يعني غير حاجات بسيطة، واحدة واحدة كده مع بعضينا. هوريكم هعمل بالنص كيلو ده كمية قد ايه. مشروع لواحدة ارملة، واحدة ظروفها على قدها، ممكن تعمله وتبيع لجرانها، تكيسه وتبيعه. ويعني انا شايفة ان في حاجات كتيرة قوي ممكن نستفيد منها على فكرة، وحاجات بفلوس بسيطة جدا، يعني بتدي كتير، بتدي ربح، وهي اصلا تكلفتها حاجة بسيطة. انا معلش يعني عشان انا بس انا بصور نفسي، انا نايمة انا بصور نفسي، فسامحوني ان انا ممكن الكاميرا تتهز مني. انا هقلب شوية كده وارجع لكم. انا كده قلبته شوية خلاص كده، يعني بتقلبي بتاع مثلا بتاع دقيقتين ولا حاجة كده في الملح. وبعد كده هنزل بيه، هنزل بإزازة المية دي، إزازة المية دي رتلين ونص، اتنين ونص مية، رتلين ونص دي. هنزل بإزازة المية دي كده عليه. على فكرة ما بياخدش وقت، وهتعملي كمية كبيرة هتستفيدي منها، ريحته جميلة تحفة تحفة بصراحة، هيعجبك جدا. لما بنشتري معلش يعني كيلو من بره، بتجيبي جيركن، الجيركن من بره بتاع اي شركة بقى، اقل شركة بتبيع لك الجيركن 2 رغ ب30 وب35 جنيه. فاحنا هنعمل حاجة بسيطة باسعار قليلة جدا، هتعملي كمية كبيرة، يعني حاجة اقتصادية، حاجة اقتصادية، وزي بتاع بره بالظبط، يعني بتاع الشركات اللي هي شركة ماي واي ومش عارفة ايه، هو نفس الشاور ده، هو نفس الشاور ده، بس احنا بنعمل طبعا، هما طبعا دي مصانع كبيرة بتعمل في جراكن واستيكرات ومش عارفة ايه. لا احنا هنعمل حاجة على قدنا، وحاجة مش هتاخد وقت، يعني مش هتاخد منك وقت خالص، وهتعملي حاجة حلوة وحاجة كويسة وحاجة بريحة تحفة تحفة تحفة. انا هقلب بس كده شوية حبة كده بس لحد ما مع التكسابون ده يدوب، لان هو لما بتنزل عليه مية بيكلكع كده، يعني بيكلكع في بعضه، فبس يدوب شوية كده وهرجع لكم تاني. ورجعت تاني، تقل جدا، بصوا عامل ازاي، يعني تقيل جدا طبعا، وانا بقلب كده لا تقيل جدا. كوبايه الملح دي بتدي تقل ليه، تخليه تقيل. انا هحط كمان رتلين، معلش هنزل بس هفضيها شويه، دي رتلين ونص ميه برده، دي ازازه كبيره اهي، رتلين ونص كمان، يعني حاطه 2.5 وادي 2.5، يبقى 5 لتر، 5 لتر ميه.
اقل من ربع ساعه هتعملي كميه شاور، يعني بدل ما نقعد نشتري ده بخمسه وده بعشره. وفي ناس كتيره بتعمل اللي هو بتجيب من اللي هو السايب ده بتاع من عندي بتاع المنظفات، او انت تجيبي جيركن مثلا اللي هو ب30 او ب25. لا لا، احنا هنعمل كميه كبيره وكميه حلوه، كل ما بيقعد كل ما بيتقل. انا برضو هقلب كده، تقلبي مثلا حوالي دقيقه كده ولا حاجه، وايه وتسيبيه شويه كده. والله بتبقى رغوته، وتحطي بقى عليه البرفان اللي انت عايزاه، ازاز اللي هي الروايح دي عندي برضو بتاع المنظفات، في بسبعه وفي بخمسه، بصراحه تحفه، ريحه حلوه وريحه جميله. انا هقلب شويه كده دقيقه كده ولا دقيقتين وارجع لكم. انا رجعت تاني اهو، انا برضو مستمريه في التقليب، كل ما بقلب كل ما هو بيتقل، كل ما بقلب كل هو ما بيتقل. هنضيف حاجه تانية بقى، الحاجه التانية دي ده اسمه معلش عفوا، ده تيكسابون، ده تايلوز، ده تايلوز نص كيلو تايلوز ب20 جنيه من عند بتاع المنظفات. ودي حاجه اسمها تيكسابون، لا مش تيكسابون، ده اللي انا حطيت عليه الميه ده اسمه تيكسابون، ده اسمه تايلوز، اسمه تايلوز. تايلوز ده برده بيتجاب برده من عند بتاع المنظفات، ده يعني اكتر من التمن كيلو شويه، يعني هو التمن كيلو بحوالي 17 جنيه ونص، هو حط لي ايه ب20 جنيه، لان هو الكيلو بتاعه ب125، فهو حط لي ب20 جنيه. انا ما باخدش ده، يعني التمن كيلو ده انا بحطه على 3 مرات، بجزقه بحطه على 3 مرات، هحط منه شويه دلوقتي قدامكم. انا هرش منه كده، انا خدت معلقه كبيره اهي، دي معلقه كبيره قوي، برش كده، ما بحطش المعلقه كلها، يعني بحط كده نصها كده مثلا ولا حاجه، معلش بس عشان اصلا اللي بصور نفسي، وبقلب. التايلوز ده اصلا بتاع الجل، بتاع الجل بتاع الشعر، بيديله سمك وبيديله شفافيه، بيدي سمك وبيدي شفافيه. انا اهو تاني اقلب كده، بصوا حتى الرغوه عامله ازاي كده، وهحط المعلقه الثانيه، وهحط المعلقه الثانيه. تحطيش كله على بعضه علشان ما يكلكعش منك، علشان ما يكلكعش منك كده. وبرده الازازه دي رتلين ونص ميه اهي، رتلين ونص ميه برضو انا هدلق منه. على فكره يا جماعه، في حاجات والله والله في حاجات بسيطه وحاجات مفيده، يعني انا على طول انا بعمله عندي في قلب البيت، بيوفر لي كتير. طبعا بحطه في بتاعه شاور كده فاضيه عندي، بحطها على الحوض على طول، بنغسل ايدينا منه اهو. اقلب شويه وارجع لكم. كل ما تقلبي كل ما بيتقل. بصي بصي بيتقل ازاي، بصي عامل ازاي، كل ما تقلبي كل ما يتقل. انا هحط بقيه الازازه الثانيه، بقيه الازازه دي لان فيها لسه فاضل فيها شويه، يبقى انا كده حاطه 7.5، 7 رتل ونص ميه. انا كده حاطه 7.5 رتل ميه، على قد ايه؟ نص كيلو تكسابون، ومعلقه كبيره تايلوس، وكيس ملح، مش كيس ملح يعني، هي كوبايه ملح، كوبايه ملح كبيره. كل ما بيقعد كل ما كله بيختلط في قلب بعضه فبيتقل منك. لو حسيت ان انا عايزه شويه تايلوس تاني هحط، بس هسيبه شويه كده وارجع تاني.
انا برده اهو بقلب فيه. بص الرغوه عامله ازاي. انا هاخد كمان نص المعلقه دي التايلوس ده، هاخد نص المعلقه، نص المعلقه عشان انا عايزاه يبقى تقيل شويه كده بس. واقلب برده. كل ما بيقعد بيتقل، يعني انا بقلب شويه واسيبه شويه بقى، هو اجي اقلب تاني الاقيه تقل، اروح مثلا حاطه ميه كده، انما انا ما حطيتش ميه يعني ولا حاجه، بس هما ايه دول حوالي 7.5 لتر ميه. انا بقى هقلب كده شويه وهرجع لكم بقى لما يصفى خالص، لما ميبقاش فيه رغاوي خالص وبس يبقى باين كده الشفافيه بتاعته، عشان اعرف احط بقيه الحاجات التانيه اللي عندي. شويه بقى وهرجع لكم. ورجعنا تاني علشان خاطر نشوف بقى الشاور اخباره ايه. انا سبته لتاني يوم، يعني انا سبت الشاور لتاني يوم علشان خاطر الرغاوي كلها تروح منه. بصوا عامل ازاي، بصوا بصوا التقل بتاعه، بصوا التقل بتاعه عامل ازاي جميل، وهيبقى حلو. نحط له بقى ايه، هنحط له بقى اي برفان انت بتحبيه. انا جبت النوع ده ديركار، في بقى كل الروائح، في سهر الليالي، في كاسيليا، في خوخ، في فراوله، في ريحه الورد، ريحه المسك، في كل الروائح عند العطار. مش عند العطار، عندي برضو بتاع المنظفات دي ب5 جنيه، وفي نوع تاني ب7 جنيه. تجيبي اي رو اي نوع برفان انت حباه حطيه. انا بقى هدلقه كده، هدلقها كلها، خلي بقى الريحه بقى تحفه 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 كده. واقلب برضو، اقلب كده. عايزاه ابيض كده عادي، يعني انت عايزاه ابيض كده، شيل بس دي كده عشان اعرف اقلب. بص السمك بتاعه عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، جميل وموفر وحلو، ويعني اما تستعملوه وتجربوه هتحسوا بالفرق والله، تحسوا برضو اللي انتوا عملتوا حاجه حلوه. على فكره الواحد يا جماعه لما بيعمل حاجه حلوه وبتنجح معاه بيبقى مبسوط بيها. بصوا هنحط بقى اي لون انت حباه، حابه تحطي له لون احمر، هو برضو عند بتاع المنظفات عنده اكياس كده الوان، الكيس ب2 جنيه، لون احمر، لون ازرق، لون اصفر، اللي انت عايزاه، اللون اللي انت عايزاه. انا جايبه لون كده ليموني، هوريه لكم، احط عليه بس شويه ميه. معلش قلت لكم انا اللي بصور نفسي، انا بقوم الصبح انا اعمل، انا اللي بصور نفسي. اي لون انتوا حابينه، ده الريحه بقى قلبت الدنيا. اي لون انتوا حابينه هاتوه، اي برفان انتوا حابينه من عنده برضو هاتوه. هنحط بقى اللون شويه شويه بحيث ان احنا ايه، يعني اللون اللي احنا عايزينه، لا يبقى فاتح قوي ولا يبقى غامق قوي. انا كنت عامله قبل كده اللون ده، كنت عامله احمر، عندي الوان كتير، عندي الازرق وعندي الاخضر، عندي الاورانج، عندي كل الالوان. الريحه بقى قلبه الدنيا والله، في الشاور حلو، تغسلي بايديكي حلو، يعني بصراحه جميل جميل جميل، وموفر وحلو وزي الفل. حاجة بسيطة بأسعار بسيطة. احط كمان شوية كده عشان اهو كده اقلب. انا حطيت على فكرة ازازة مية تاني زايد، يعني انا كنت حاطة 7.5، حطيت ازازة كمان زايد، يعني دي حوالي نص رتل، يعني الجردل ده بياخد 8 لتر، بياخد 8 لتر.
جميل وحلو وموفر، وحاجة موفرة في قلب البيت، حاجة بدل ما نقعد الاستغلال ونجيب الجيركن ب 30 و 35. لا يعني جربتوه والله ما هتندموا عليه، هيعجبكم جدا جدا جدا. انا بقى هجيب الحاجات اللي هعبي فيها واوريها لكم. انا هعبي دي وهعبي دي وهوريها لكم، علشان بس انا اللي بصور نفسي مش هعرف اعبيهم وانا بصور. انا عبيتها اهو، عبيتها اهو، حطيتها على الحوض هنا اهي، حطيتها كده بحطها كده على الحوض اهي، وبحط التانية هنا كده اهي، هاخد منها شوية اديكوا بقى. جميل وريحته حلوه حلوه حلوه، يعني بمعنى كلمه حلو اهو، بيرغي حلو جدا اهو. حلوه جدا جدا، قلب ريحه الحمام بصراحه، وريحه المطبخ ريحه حلوه جدا. لو جربتوه مش هتندموا، يعني لو جربتوه لا، جميل جميل جميل، مش هتندموا ان انتوا جربتوه والله. يعني ايه تبناها كده عامله يعني ناعمه جدا، وغير الريحه بقى وغير الجمال بصراحه. يا ريت تجربوه بجد مش هتندموا عليه اهو. بصوا عامل كميه قد ايه، حلو وموفر بصراحه، ومشروع لاي واحده عايزه تعمله. يعني هو اصلا ما بيكلفش، يعني نص كيلو تكسبون ب 20 جنيه، ازازه البرفان ديك ب 5 جنيه. انا جايبه التمن، ازيد من التمن شويه. تكسب تايلوز ب 20 جنيه، واخده منه حوالي مثلا ب 5 جنيه كده ولا ب 6 جنيه، واللون ب 2 جنيه، يعني كلها على بعضها ما كملتش 30 جنيه. عملنا جيركن كبير، جردل كبير 8 كيلو. البرفان اللي انت عايزاه، بالريحه اللي انت عايزاها، باللون اللي انت عايزاه، اي لون انت عايزاه. المره اللي فاتت انا كنت عامله لون احمر، عندك تجيبي احمر، تجيبي ازرق، تجيبي اخضر، تجيبي اي لون. ان جربتيه بصراحه مش هتندمي، يعني جربي ومش هتندمي. وعجبكم الفيديو شيروه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.